سلام البنات، مرحبا بكم في قناة طاليا كويزين. صحة فطوركم وصحة رمضانكم، وراني جيتكم اليوم بوصفة جديدة نتمنى تعجبكم. تابعوا معايا الفيديو وإن شاء الله تستفادوا منها. إذن مقادير العجينة هي كما يلي: عندي فارينة، ملح، سكر، خميرة الخبز، حليب، شوية زبدة. إذا نحتاج كأسين من الفارينة، ملعقة كبيرة خميرة الخبز، هنا راح ندير ساشي ونص، وملعقة صغيرة سكر. نفرغ عليهم فنجان حليب دافئ، الحليب لازم يكون دافئ. وعندي هنا كأس مش معمر، ماء دافئ، وأيضا عندي ملعقة صغيرة ملح. انا ما زيدش الماء كامل، عندي كاس مش معمر، يقولوا كاس هنايا، المهم عندي كاس ما بين الحليب والماء، الماء الدافئ. انا درك نحطها في العجانه ونشوفوا حسب كميه الماء اللي راح نحتاجها. وكي تتعجن العجينه نزيدوا لها زبده طاريه، ملعقه كبيره زبده طاريه. إذا كيما راكم تشوفوا العجينة طارية جدا، دير شوية الفارينة باش نهبطها ونخليها هنايا تريح مدة 30 دقيقة باش تطلع. إذا نشوفوا العجينة كيفاه طلعت، راهي هايلة. هنا بعد 30 دقيقة خمرت العجينة، والآن راح نبدأ نخدم الصوص تاعي. هنا درت حشوة عادية تاع الفيونداشي، قليت شوية بصلة في زيت الزيتونة وزدت لها الفيونداشي، وزدت لهم لي زيبيس اللي هما ملح، فلفل اسود، وراس الحانوت، وزدت لهم معدنوس وزيتون اخضر. وانتم تقدروا ديروا الحشوة اللي بغيتوها. عفوا نرشوه بالفارينة، رشو البلون بالفارينة لأنه العجينة طارية جدا وتتلاصق في الأيدي. نبتدو ندهنو من الفوق.
نديروها رقيقه باش ما تجيناش معجنه بزاف، ونعمروها بالحشو. قلت لكم الحشو اختياري، قادر ديروا الاسكالوب، قادر ديروا الطون بلاصوص طوماط، قادر ديروا غير لاصوص طوماط والفرماج. ندير شويه فرماج، الفرماج اختياري يعني اي نوع فرماج تقدروا ديروه، وراح نزيد لها شويه فرماج رافي. هنا نغرقوا في السوفلي تاعنا، نحطهم بالفرشيطة مليح هكا باش ما يتفتحوش. من بعد راح ندهنوهم وندخلوهم. اذا انا هنا دهنته ببيضه، درت لها شويه سكر وشويه نسكافيه وخلطتهم مليح، ودهنت لي شوسون تاعي برك نزينهم شويه. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة، وإذا عجبتكم ما تنساوش تشجعوني باللايكات وبلي كومنتار، واللي مازال ما اشتركوش في القناة مرحبا بكم في أي وقت، ما تنساوش الضغط على الجرس هكا يلحقكم كل الجديد.